ولمسه رائعه داخل منطقه الجزاء. سانشيز يحاول المرور داخل منطقه الجزاء والعوض في الاول يفعلها أليكسيس سانشيز. هدف اول ياتي من الضيف الثقيل على اصحاب الارض. تمنت امنيات اصحاب الارض التدوين، هجموا ولكن اتت الرياح. عنده مشاكل تمريره. الله 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 على التمريره وعلى الهدف وعلى اللقطه الرائعه. كريستيان تيو القادم 99 عام، محاوله للتقدم امامنا. ميسي يتقدم، ميسي مر، ميسي دور وسجل ووضعها في عنق المرمى. ليونيل ميسي بمرور ما يتوقع، مهاري لديه، مستودع المهارات وبالتالي ما عنده اي مشاكل. مر من الاول من الثاني الى أليكس سانشيز. محاولة التقدم في الأمام من جانب أليكس سانشيز وتمريرة داخل منطقة الجزاء. الله الله الله، دو سانتوس يضعها في المرمى ويدون الهدف الرابع بنظر ذلك. من وين الحاضر أمامك دو سانتوس؟ شوف التمريرة الماضية ولكن أهر لك في لحظة. الأسمراني الموجود صاحب 18 عام إضافة والحاضر أمامنا تسديدة. الله 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 الله، دونها جيان ماريدو. المستقبل القادم والبعض يشبهها بالكبير صامويل إيتو وأنه إعادة لذكريات صامويل إيتو. تقدم يأتي أمامنا ومرور من جانب سيرجيو. يا السلام عليك، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء. أليكس سانشيز تمريرة ملعوبة ودونجو الثاني. يا السلام يا سلام، انتاز من جانب اللاعب الرائع سيرجيو روبرتو. مرور في اللقطة الماضية ودى المدافع موري في E o passe de Espinosa. Cá está. Ali a simular até conseguir rematar. E a bater Hirschfeld. Está feito.